صلى الله عليه وسلم. ما هو الضابط في قنوت النوازل؟ إذا حلت بمسلمين نازلة، إذا حلت بمسلمين نازلة، سواء النازلة متعلقة فيك أو متعلقة بقوم من المسلمين، لأن المؤمنين لحمة واحدة، لأن المؤمنين لحمة واحدة، إذا اشتكى عضو في المشرق أو في المغرب تدعى له سائر الجسد، تدعت هذه اللحمة لنصرة هذا التشاكي ولمعالجة هذا التشاكي، كما قال صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وهذا كما قال الله جلاله في محكم التنزيل إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. فإذا حلت المسلمين نازلة في المشرق أو في المغرب فإنه يشرع لأئمة المساجد القنوت، القنوت على للمستضعفين من المؤمنين وعلى من اعتدى على المسلمين، والقنوت يستمر حتى تزول وترتفع النازلة عن المسلمين. قد تدوم النازلة، يدوم الدعاء، يدوم الدعاء، وهذه مسألة فيها خلاف، منهم من يرى هذا القول ومنهم من يرى القنوت دائما في صلاة الفجر كالشافعية، يرون القنوت دائما ولو لم تحدث نازلة، ومنهم أيضا من يفصل أو لا يرى القنوت أصلا. والصواب أن القنوت عند النازلة كما هو قول الإمام أحمد وجماعة من أهل الحديث، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى لحديث أنس كان رسول الله لا يقنط إلا إذا دعا للقوم أو على قوم. لكن النازلة الشيخ لازم أن تكون يعني مع الكفار، لو كانت فيما بين المسلمين تعتبر نازلة؟ طبعا هذا في من قال لما وجد في بين علي ومعاوية وجد قنوت، هؤلاء يقنطون علي وهؤلاء يقنطون، لكن الأثار كلها معلولة، جميع الأثار موجودة في قنوت أمير المؤمنين علي رضي الله عنه على أهل الشام، أو قنوت أهل الشام على جيش أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، كلها معلولة، ما صح من ذلك شيء، ولا أعلم لقضية القنوت على المسلمين أصلا الشر أصلا، لم أجد له دليل. نعم هو مذهب فقهي لطائفة من العلماء بناء على الأثار الضعيفة، الأثار الضعيفة يحتج بها في هذا الجانب، خاصة الأحكام ليست فضائل، بالتالي الصواب تقييده بحدوث شيء من الكفار، لكن الكفار لا يكون كفار مصريين، كفار مصريين قد يكون خارجين عن الإسلام، تبقى نصيرية مثلا مجمع على كفرهم كالدروز، مجمع على كفرهم كالإسماعيلية، مجمع على كفرهم كالبهية، مجمع على كفرهم كالطوائف هذه الباطنية المارقة في كل الشرائع أو بالنسبة لكل الشرائع وخارج عن كل الشرائع. شيخ كانت نازلة جوع أو فقر أو سجل مثلا؟ وجد في عصر الصحابة جوع، وجد فقر، وجد عام الرمادة، ولم يقنطوا رضي الله عنه، كان يدعون ولم يكن يقنطون، يدعو الإنسان ويجتهد في الدعاء، ولو دبر الصلوات إذا سمع الناس دعا بهم ما في حرج هذا، أما قنوت ما ورد فيه ذلك.